الستار جروب 9. الجزء اللي هتكلم فيه عبارة عن دايرة بتخلي اليوزر يحدد المينيموم والماكسيموم ليفل اللي عايز الالارم يشتغل عندهم لما المية توصل لهم. على اليمين جزء الماكسيموم ليفل، وعلى الشمال جزء المينيموم ليفل. كل جزء فيهم فيه 2 كاونتر، واحد اب كاونتر والتاني داون كاونتر. الكاونترز دول متوصلين مع بعض بطريقة تخلي الاتنين دايما لهم نفس الستيت، عن طريق اننا موصلين الاوتبوت بتاع كل كاونتر بالانبوت او البريست بتاع الكاونتر التاني، وفي نفس الوقت موصلين الستيت تشينج سيجنال اللي هو البطن اللي اليوزر هيدوس عليه بالبارل لود اللي فيه الكاونتر التاني، بحيث انه اول ما اي كاونتر يتغير الكاونتر التاني ياخد الستيت بتاعته، وكذلك في الدائرة التانية نفس النظام. بعد كده الستيت بتاعت الماكسيموم ليفل والمينيموم ليفل متوصلين على كومباراتور، وبناخد القيمة اللي بتدل على ان الماكسيموم اكبر من المينيموم، وبنعملها اند مع البطن اللي بيعمل كاونت اب في المينيموم ليفل، واند مع البطن اللي بيعمل كاونت داون في الماكسيموم ليفل، بحيث انه ما ينفعش الماكسيموم ليفل يكون اقل من المينيموم ليفل، وما ينفعش المينيموم ليفل يكون اقل اكبر من الماكسيموم ليفل. بعد كده البطن بتاع الداون كاونتنج في المينيموم ليفل متوصل باند جيت مع اور جيتس بتحدد انه الستيت الحاليه بتاعته مش صفر، لان الستيت اللي بعد صفر في الداون كاونتنج هي 9، وساعتها هيكون قيمته اكبر من الماكسيموم ليفل. نفس الكلام في الماكسيموم ليفل، الاب كاونتنج باتون متوصل باند مع ناند جيت بتاكد انه الستيت الحاليه بتاعته مش 9، لان الستيت اللي بعد 9 في الاب كاونتنج هي 0، ساعتها هيكون اقل من الماكسيموم ليفل. بس كده. انا دينا اشرف جروب 9 بروجكت الووتر ليفل انديكيتور، واحنا تيم مكون من 10، ودي اسامي الناس اللي شغاله فيه وشغاله ايه وكده. وبما اني انا اللي هقدم البروجكت يعني، فهديكوا فكره عامه عنه. هتكلم على جزء التانك بالتحديد اللي في اول البروجكت. احنا عامه يعني الووتر ليفل هو عباره عن نظام بيديني اشاره اذا كان مستوى المياه ارتفع او انخفض. واحنا في البروجكت ده يعني استخدمنا 9 ليفلز عشان ما تفاجئش انه مستوى المية ارتفع مرة واحدة. هنبدأ انه هو خزان مية محطوط فيه، اللي هو الجزء ده خزان مية محطوط فيه 10 اسلاك، منهم 9 بتوع الليفل اللي احنا قلنا عليهم في الاول، والعاشر ده هو ريفرنس بيبقى محطوط تحت اول سلك، بحيث لما المية توصل لليفل معين نوصل السلك الليفل ده بالريفرنس ونخليه ارضي. ساعتها الجهاز بتاعنا هيعرف هو في ليفل ايه، فيعرضه على الليدات وعلى 7 سيجمنت، ولو الليفل اعلى من الماكسيمم اليوزر حدده البازر بيزمر، ولو اقل بينور اخضر عشان يعرفوا انه يكمل مليء عادي. ولما يوصل لتسعة الليفل 9 يعني بيكون الخزان اتملى، وبيعد كلمة فول بقى على السيجمنت دول. دي غالبا دي تقريبا هي الفكرة العامة، وكده شرحت جزء التانك. ودي الكومبوننت اللي احنا استخدمناها، وده الجزء التانك اللي كنت بقول عليه فوق، اللي هما بالتسع طوعه وبسلك الريفرنس. انا هند حسن، والجزء بتاعي هو displaying water level من خلال الليد. احنا في البروجكت بتاعنا قسمنا التانك لتسع ليفل، كل ما المية توصل ليفل فيهم المفروض ليد هتنور، فالمفروض كل ما المية توصل لليفل هتقفل السويتش من دول. وصلنا للسويتشات بعد كده على ديكودر من 4 ل 16، واستخدمنا بس 10 بين، وعملنا الباقي دونت كير علشان مش محتاجينهم. وصلنا كل ليد على مقاومة 330 اوم. ودي فكرة بسيطة عن ازاي ديكودر بيشتغل من خلال دوائر النوت والناند، وده الترو ستيبل بتاع الديكودر اللي احنا استخدمناه.
بتاعنا، وهي الدايرة بتاعت كلمة فول على السيفن سيجمنت زي ما احنا شايفين قدامنا كده. الدايرة بتنور، السيفن سيجمنت بينور ويطفي عن طريق تايمر 3 خمسات. أول لما يدي إشارة هاي بتخش على الـ NPN اللي هو ترانزستور، بيخلي البيز 1 فيوصل الباور بالأنود. وطبعا السيفن سيجمنت اللي قدامنا ده كومون كاثود، فاحنا بنوصل السيفن سيجمنت بالباور على حسب الليدات اللي عايزينها تنور. فمثلا انا في الاف عايزينها تنور، فهنطفي الليد ده بي وسي ودي وننور بقية الليدات زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الاي هاي، البي والسي والدي لو، والاي والاف والجي هاي، وهكذا في اليو والال والال، كله باين في الجدول اللي قدامنا ده. تايمر 3 خمسات عشان نظبط التوقيت بتاعه محتاجين نتابع الفورميلا ديت اللي هي بتقول R1 زائد R2 في C بيساوي التايم هاي، وال R2 في C في 0.693 ده التايم لو. وعشان نخلي اليوزر يقدر يتحكم في الوقت اللي السيفن سيجمنت بينور فيه، فحطينا بوتنشيوميتر هنا يقدر يغير ال R فتتغير الفورميلا ديت، فيزيد وقت التايم هاي والتايم لو ثابت. أو ممكن نخلي البوتنشيوميتر هنا وهنا بحيث إن هو يقدر يتحكم في الاتنين، بس الأفضل إن اللو يبقى نص ثانية بس والهاي يقدر يتحكم فيه براحته. نيجي للسيميوليشن بتاعنا. أول حاجة بنبدأ بتانك المية. دوت تانك مش مبيبقاش فيه سويتشات في الحقيقة يعني، بس عشان مفيش تانك في البروتوس فاستبدلناه بسويتشات. لو نبدأ السيميوليشن بتاعنا كده، لو مثلا المية بتبدأ مثلا من زيرو هنا، لو بدأت تعلى تعلى، أول لما تعلى بتوصل بتخلي ديت توصل الكهرباء بالأرضي، أو بتوصل الطرف بتاع الإنكودر بالأرضي فيقلب واحد عشان هو في نوت على أول البريوريتي إنكودر. وهكذا أول ما توصل هنا بتوصل آخر، بتوصل الليفلات اللي الماية وصلت. طبعا عشان الليفل يبقى ليفل واحد واتنين وتلاتة شغالين مع بعض في نفس الوقت، وده اللي احنا مش عايزينه، احنا عايزين بس تظهر آخر ليفل وصلت له، فاخترنا البريورتي انكودر اللي هو 7 4 1 4 7. بعد كده بيرجع يخش على ديكودر تاني عشان يعرفنا ايه الليفل الماية وصلت له، فالليد بتاعته تنور زي ما احنا شايفين، مثلا الليفل 4 وصلت له فالليد هتنور. وفي نفس الوقت برضو بيظهر على 7 سيجمنت الليفل اللي احنا وصلنا له، وصلنا مثلا 9 او 8 تظهر 8 والليد هتنور. بعد كده هنا في اليوزر يقدر يختار الوقت او الليفل اللي لما يوصل له الميه البزر يشتغل، عباره عن ان هو بيزود من هنا للماكسيمم ويقلل من هنا. فمثلا هنخلي الماكسيموم 9 وهنا المينيموم، المينيموم بتنور مثلا انا عايز املى لحد ليفل 4 بس، فهنخلي هنا بحيث ان الليدة تفضل منورة احمر طول ما ايه منورة اخضر سوري، طول ما الماية لسه موصلتش ل 4. فأول ما توصل لليفل 4 بتنور. نيجي مثلا لكلمة فول، أول لما يوصل إيه بتاع ليفل 9 تنور كلمة فول زي ما احنا شايفين، الماية وصلت لليفل 9 فكلمة فول هتظهر وتبدأ تنور وتدفع على حسب السرعة اللي بنتحكم بيها بالمقاومة اللي هنا زي ما قلنا في القانون، فهنا كده هتنور وتطفي بسرعة، والبوتنشيومتر لما ينزل لتحت هتنور وتطفي بسرعة أبطأ. انا عبد الله ابراهيم محمد، سيكشن 2 جروب 9 بروجكت ووتر ليفل انديكيتور. فكره البروجكت باختصار هو ان احنا عندنا 9 سويتشات، كل سويتش من دول بيعبر عن ليفل جوه التانك. 9 سويتشات دول متوصلين ببريوريتي انكودر. اهميه البريوريتي انكودر ده ان هو بيقرا لي او بيعرفني المايه موجوده فين بالظبط جوه التانك، بمعنى ان المايه لو وصل من السويتش 1 و2 و3 و4 فهو بيختار أعلى قيمة فيهم وبيتجاهل أي قيمة تحتها. ففي الحالة زي ديت هيقول لي إن المية موجودة عند الليفل 4
وأي سويتش تاني موجود تحت 4 هيبقى شورت سيركت. وهنا عندنا الخرج بتاع البريوريتي انكودر داخل على 4 دوائر نوت جيتس. الدوائر دي لازم تبقى موجودة لأن الأوتبوت بتاع الدايرة بيبقى أكتيف لو، وال4 دوائر نوت جيتس دول متوصلين على بي سي دي ديكودر، والبي سي دي ديكودر متوصل على 7 سيجمنت. وهنا دي الشفرة بتاعت 7 سيجمنت اللي بتوضح لي ازاي الأرقام بتتعرض على 7 سيجمنت. فاحنا عندنا في البداية خالص مفيش أي مية موجودة جوه التانك، فبيبقى ظاهر 0 على 7 سيجمنت. بعد كده أول ما المية تبدأ تدخل التانك بتوصل ليفل 1، فالسيفن سيجمنت بتظهر 1، بعد كده 2 بتظهر 2، وهكذا في كل المستويات لحد المستوى 9. وهي دي أهمية السيفن سيجمنت، إن هي بتوضح لي المايه موجودة فين جوه التانك.